حتى لا تضيع عليكم المحاضرة. المحاضرة اليوم نحكي عن الماتيريالز اللي نستخدمها بالدنتال امبلانت. اوكي، عندكم الطلاع مثلا الامبلانت، اغلب الامبلانت منين احنا فيها؟ اي مادة؟ تيتانيوم. من التيتانيوم. اوكي، طبعا صار واي شو اسمه تغييرات وابحاث ودراسات. هل فقط الان انه الامبلانت يصنع من مادة التيتانيوم؟ لا، اكو مواد اخرى انضافت ودكيومنتد ك امبلانت ماتيريال كفيكسشر. انا اقصد كفيكسشر. اوكي، يبقى التيتانيوم هو رقم واحد لحد الان، يبقى رقم واحد ك امبلانت ماتيريال. طبعا نقصد ك امبلانت ماتيريال كدنتال وكشنو فقط ولا امبلانت بالدنتال وكاورثوبيدكس يعني بالجماعة الكسور والعظام والكسور. اغلب طبعا الامبروفمنت والريسيرشات اللي تصير والابحاث اللي تصير تصير بالبدايه ترى اللي جماعه اللي يعني الدني اللي نسميه تيشو انجينيرنج او الريجينريشن تصير بجماعه العظام والكسور لان يحتاجوها بالمفاصل تدخل بشغلهم بالدرجة الأساس فيصير الامبروفمنت هناك وبعدين تجي طبعا تطبق بطب الأسنان. فأغلب الأفكار وهذه البداية تجي من الـ من الـ من الميديكال فيلد. أوكي، فمو فقط من الامبلانت، شوفوا من التيتانيوم عفوا، أكو بعد ماتيريالز الآن موجودة. من يعرف مثلا غير ماتيريال يعني كفيكسشر كامبلانت كاملة مصنعة مو فقط من التيتانيوم، من مادة أخرى اللي لا بلاتينيوم يسوون به حلق. بلاتينيوم شنو البلاتين؟ البلاتينيوم العامية بلاتين. بلاتين بلاتين البلاتينيوم عند البلاتين. اوكي، بس لا ما يسوون من البلاتينيوم. منين؟ احد عنده اطلاع من اي مادة اخرى يعني كفيكسشر هذا كزرعة كزرعة. نيكل دكتور؟ لا، نيكل لا، ما يسوون من نيكل. ليش ما يسوون من نيكل؟ اكو حساسيه نيكل بالنسبه للتحسس يعني مو وايد كومباتبل للنيكل. اكو اشخاص ممكن يرفض يرفض الجسم التحسس للنيكل. لا، ليش يتشلبك فقط بالمعدن؟ لا، هم ما من الجول. ما سامعين انه امبلانتايا كزرعه من سيراميك، زرعه كامل كامل سيراميك تكون من الزركونيا. زاردون من الزركوني، فيكسر كامل امبلانت كامل من الزاردون. وبعد اكو مواد بوليمريه، اكو ماده جديده جدا هي اسمها البيك. هسه ناخذها. بيك هي ماده ثيرموبلاستيك، من اسمها ثيرموبلاستيك ماتيريال يعني ماده بلاستيكيه. نعم، كربون. اذا احنا هسه راح ناخذ المحاضره، احنا مرات نحكي عن السوليد، هذا نسميه هذا السوليد، هذا فيكسشر. هذا شنو اسمه؟ هذا شنو اسمه؟ هاي الزرعه اللي نان هذه القاعده نان نسميها فيكسشر. فيكسشر ما عندكم اي خلفيه عن الامبلانت؟ حبيت ما ماخذين اي شيء. لا يعني هسه اوكي هسه ما ماخذين بغير بالسيرجري بريو شغل بريو امبلانتايتس دكتور. فري امبلانتايتس يعني قبل طبيت بالبريو فري امبلانتايتس. اي نعم. ما اخذتش يعني امبلانت؟ لا، مقدمة بسيطة. لا، مقدمة بسيطة اخذنا. وبعدين مقدمة بوذيات شنو؟ صدق مرة زيادة اخذتش؟ مو خوش والله اذا يعني اذا صار لي مجال اعطيكم فقط جانب الامبلانت يعني حتى التدريس اللي يجيكم يعني اخلي ميل لان في الامبلانت تاخذون ثلاث محاضرات. هذه محاضره فقط الماتيريالز، المواد اللي تدخل بمجال زراعه الاسنان. بعد ما نطلبوا من عندكم محاضرتين، محاضره عن الدنتال امبلانتس كلاسيفيكيشن، تقسيماتها طبقا هم هم تدخل طبعا بها الماتيريالز كماتيريالز والستيجات مالت الامبلانت، سيرجيكال بارت والبروستاتيك بارت. هذه محاضرة واحدة، ومحاضرة أخرى فقط البروستاتيك فيز أوف
دنتال امبلانت، يعني فقط الجانب التعويضي من الامبريشن ولحد الريستوريشن. انواع التركيبات، تركيبات دي سمنتد سكرو. اوكي لا اخر لل يعني اخركم ذن المحاضرتين، اخليكم ما تاخذون اذا حتى انا اجي اعطيكم اياهن، يعني اذا صار التوفيق، واذا لا بعدكم بعد شيء يعني ان شاء الله التدريسي يعني يكون شو اسمه يوصلكم المال، يعني تحول هسه الترند والعلم طب الاسنان قائم على امبلانت وقائم على الديجيتال دنتستري، يعني شغلات الانترا اورال سكانرز الكات كام صارت طفره طب الاسنان. اوكي فممكن من ماده اخرى نقصد كهسه هذه كفيكستشر، هذه امبلانت، هذه اما يجي يصنع من معدن اللي موجود هسه انا احكي لكم كشيء نظري كشيء عملي. اشهر شيء موجود من التيتانيوم، تيتانيوم بي كلاسيفيكيشن بي انواع، هسه ناخذها يا نوع اللي يسوي من عنده هذه الزرعه. اوكي بس هو يا اما يجي من التيتانيوم ويا اما يجي بالكامل من ماده سيراميكيه اللي هي زيركونيا اللي هو الزارغون. طبعا كل واحد بي دروباكس، كل واحد بي شنو دروباكس؟ شنو يعني دروباكس؟ سايد افكت. اي عافية، يعني العيوب. دروباكس معايب او العيوب. اوكي كل واحد بي شنو؟ او من الزارغون الزركوني او من مادة اللي قلت لكم عليها اسمها مادة جديدة بيك. من مجاميع اللي مجاميع شو اسمه اللي عندهم بحث تخرج 100% عن واحده من المواضيع اذا شو اسمه على الامثال فانطيهم عن هيك شيء، يعني واحده من المواضيع اللي مثلا بيك كدنتال امبلانت فيكستشر نقصد كسوليد كفيكستشر هذا مصنع بالكامل. شلون هذا المايك يا اما مصنع مثلا من ماده معدنيه او مصنع من ماده سيراميكيه هو او مصنع من ماده بلاستيكيه، تبقى هل هو هذا فقط هو هذا السوليد؟ لا، هذا السوليد مرات وين يصير امبروفمنت، يجون يسوون مثلا يخبطون اكثر من ماده، مثلا هذا ماده تيتانيوم ويضيفوا لها شيء لتحسين خصائص كماده هي وبالتصنيع حتى يسووا كسوليد يصحوا له نكبسها كبس، نكبس هذه الماده، يعني هي من التيتانيوم يخبطون وياها ويكبسوها يصنعوها على شكل فيكستشر، يخبطون مثلا مادتك انا خلي تكون مثلا خلي نقول هات كلها دراسات خبطه من تيتانيوم ومثلا من الزارغون واصنع فيكستشر من ذني المادتين واجي ادرس الخصائص اللي تحسنت بهذا الفيكستشر، هذا كسوليد. ومرات لا انا عندي هذا السوليد هذا التيتانيوم اللي مسوي الفيكستشر من التيتانيوم هذا الفيكستشر بس نسوي له كوتينج. شنو عمل يعني كوتينج تعرفون؟ عافية مخطي كوتينج بالعربي يعني الطلاء، نطلي عملية الطلاء كوتينج، جينا الكوتينج بي واي اكو تكنيكس هسه ناخذها، عملية اضافة بارتيكلز من اي مادة من مادة اخرى ثانية، ليش؟ ايضا لتحسين الخصائص سواء خصائص الفيكستشر نفسه او خصائص ردة فعل الجسم لهذا الفيكستشر لتحسين شنو بناء العظم دار مدار هاي الزرعة. كل البحوث تقوم على هذا الشيء، كل الدراسات تقوم على هذا الشيء، اما المادة نفسها السوليد كامبلانت او ككوتينج. كوتينج يعني طلاء بارتيكلز، هذه البارتيكلز قد تكون من الحجم مالتها قد يكون مايكروميترز وقد يكون اسهل احدث شيء الطلاء بال نانو سكيل. زينب الامبلانت شنو طابه دوره؟ لا بس انا سمعنا قبل الجامعه. وين يا ماده؟ زينب اليوم زينب الامبلانت. اي بس انا سمعنا قبل ما نعرف شنو الموضوع يسوون عمليه طلاء انا اطلي اما بالمايكرو سكيل، يعني اجي اطلي ذرات اضيف لهذا الفيكستشر بالمايكرونز او بالنانو سكيل نانوميتر. احنا نعرف عندنا سنتيمتر عندنا مليمتر عندنا
مايكروميتر اللي مايكرو ايش قد من المليم؟ 10 سالب 6 المايكرو من المليم سالب 3 عافية والنانو من المليم 10 سالب 6 يعني المليم 1000 مايكرون والمايكرون 1000 نانو صح اوكي يعني شغلات يعني لازم يعني تحفظوهم من ناحية الطبية يعني مهمات كنا شغلات بسيطة يعني كون الطبيب الاصطناعي عرف لأن يتعامل هواي هواي شغلات يقرأ عليه مثلا مليمتر يقرأ عليه مثلا مايكروميتر يعني عندكم مثلا ورقة مال اطباق نسميها articulating paper تيجي تقرون عليه مثلا 80 مايكرون يعني غير اعرف المايكرون كم مليم حتى واشيلها عطب على القبيش انت والله 80 مايكرون شنو هو 80 مايكرون ما يدري وشنو هو الطالب نهائيا بيدري لا والله 60 يعطيني من 60 وطبعا ما يدري يروح يشتري والله من المكاتب أو ما تبي يقول لي إنه شطيك مثلاً articulating paper عندي مثلاً الشيم ستوك اللي هي articulating paper عندي مثلاً من 80 مايكرون عندي من 40 يا هي الأحسن هي لا لازم طبيب الأسنان أنتوا كطلاب لازم تعرفوا لأن الوحدات مهمة جداً أوكي فأي implant material حتى تكون ناجحة لازم فيها هذه الخصائص شنو أول خاصية لازم تكون؟ بايو كومباتيبل شنو يعني بايو كومباتيبل؟ ما بيها أي إرتيشن للبادي نعم؟ ما بيها أي إرتيشن للبادي أو؟ لا الجسم ما يتقبلها الجسم وما بيها أي عرض جانبي بايو كومباتيبل متطابقة تماماً اثنين لازم الانترفيس ويا السراوندينج يعني مع المحيط ستيبلايز بوست اوبراتيفلي يعني شنو يعني هسه تشوفون هاي صورتي هنا هاي تيتانيوم خلينا نقول هذه هسه زرعه وحاطيها بالعوره هذا التيتانيوم متعشق هنا جاي قاعد ويا الهواء هذا ذيس از اوسيو انتجريتد افتر اوسيو انتجريشن شنو الفرق عن هذا ما صار اوسيو انتجريشن ليش رفض لاي سبب من الاسباب لانه هو تيتانيوم انحط بالبون ما صار اوسيو انتجريشن صار بيناتهم شنو اجى فايبرس تيجو اذا فقدت الاستابيليتي مالت الامبلانت ونقول عليها امبلانت سبيرم فيلير بالنسبه لهذا الكيس لاي سبب من الاسباب اللي انه هو شنو نقصد الانترفيس وذا سراوندينج شنو يعني الانترفيس انترفيس يعني هو هسه هذا بعد ما ثبتنا الزرعه هاي الامبلانت هاي ويا البون الانترفيس المواجه للبون لازم يكون ثابت لان انا عباره عن نسميه اللي يصير بي اي سي بون امبلانت كونتاكت هذا شيء لاطش على شيء اوكي هذه امبلانت هاي وهذا هذا البون ما بيناتهم يشكل نسميه انترفيس هذا الانترفيس لازم يكون ثابت بوست اوبراتيفلي يعني مو بس فقط اثناء الاوبريشن مالتي او والله خلال اول اسبوع اسبوعين ثلاثه 10 سنة سنتين ثلاثة هل لازم ينتهي يبقى ثابت عمر أوكي ثلاثة capable of transferring the occlusal stress شنو يعني الماتيريال اللي مصنعة من عند هذا الإمبلانت هاي لازم شنو يعني كشن قابلة على نقل هذا الأوكلوزال ستريس بالناتشرال تيث ما عندنا المشكلة ليش عندنا بيدي ليجمنت لوجود منه بيدي ليجامنت عافية لوجود البريودنتال ليجامنت أما بالإمبلانت عندنا لا ما عندنا بيدي أو فالبيدي أو يشتغل شغل شوك أبزوربر أوكي يشتغل شغل شوك أبزوربر فإحنا بالإمبلانت ما عندنا فلازم الماتيريال قابل على نقل هذا السترس طبعا السترس كل ما ينتقل along the long axis يعني of the implant فيكون هذا favorable يكون أي مشكلة ما تكون يعني دائما احنا هسه اي واحد ما تنقعد بمكانكم السترس اللي يكون مسلط عليه اوكي اي واحد عندكم يا سترس اللي يتحمله هو الفورس فيرتيكال سترس فيرتيكال يعني هسه يجي واحد هنا يقعد عليك حمل تتحمل هذا الحمل اللي بينازل عليك من فوق بس ممكن سترس بسيط فورس بسيطه لذلك تشوفوه مثلا واحد يمشي تجي بس دفعه واحده هيك بسيطه يوكا وحتى لو هو جديد وهذا 4x4 ها
ليش؟ لأن طبيعة هذه الطبيعة اللي يعني قوانين فيزياء، قوانين طبيعة، إنه أي vertical force ممكن أنا أتحمله، أشد أعصابي، أوكي؟ شون جماعة اللي دولة جماعة رفع الأثقال وهذا كله vertical، خليه يشيل حمل ماي كيلوين ما شو اسمه قبل الطق صوته. والله يعني يوم هاي قانون فيزياء، فأي vertical واحد يتحمل vertical force، أي horizontal تكون ضارة هادمة، أي horizontal force يعني أي فورس تيجي هسه تنزل بهذا الشكل تمتص من قبل الأسفلها من الأندرلاين ستراكشر، أما أي فورس تيجي بهذا الشكل فتكون ضارة، أوكي؟ ديترمنتال. هاي أخذتوها بالبارشال دينشر بالثالث وبكل مكان، كل ما تكون as vertical as possible كل ما قابلة للديستريبيوشن، لشنو؟ للتوزيع. تنزل على من الابتمنت مثلا، تنزل من الامبلان تنتقل للسوفت تيشو، الاندرلاينج سوفت تيشو، من الاندرلاينج سوفت تيشو يعني ك بريوستيوم، بعدين للبون للهارت تيشو تتوزع، اوكي؟ فلازم تكون كابابل هذا الماتيريال. بعد ريمين ستيبل فور ا لونج بيريود اوف تايم، لازم تبقى ستيبل هذه الامبلانت تايم، مو والله زرعه هاي تمشيني 5 سنوات ورا تقول اعذرني، لا انا اريدها تبقى عمر. اكوايا سبع اكو مسوين مثلا خصوصا بالخارج مسوين امبلانتس صاروا مثلا 30 40 سنه، تاخذ اكس راي تلقى البون حاضنها وكل اي مشكله ما بيها. فاي امبلانت ماتيريال شود هاف سيتابل ميكانيكال سترينث اند بايو كومباتبل. ليش ما تنري بيها ميكانيكال سترينث؟ شنو يعني ميكانيكال سترينث؟ قوه التحمل. إذا ما بيها ميكانيكال سترينت يعني قوة. طبعاً يقسم ال سترينت إلى كومبرسيف يتحمل، الكومبرسيف يعني قوة اللي ضاغط اللي تضغط اللي تنزل بيه فيرتيكال، والتنسايل ماخذين سنتال ماتيريال. بالسترينت عندنا تتحمل القوة ككومبرسيف، لازم بيه أي ماتيريال فيها كومبرسيف سترينت تتحمل قوة الناس اللي عليها فيرتيكال من فوق. كومبرشن تجي عصر. بعد تنسال سترينث، شنو تنسال سترينث؟ اللي تجرها يعني اذا شو اسمه هوريزونتال هيجي، واذا كان فيرتيكال تحاول اوي فروم تنسال. بعد شير، شير اللي بالعكس مثلا تجي القوه من هنا ومن هنا، يعني تجي من هنا شو اسمه الفراكتشر او شو اسمه الديستورشن يصير بال يعني بالضبط، هسه اعطي دفعه من هنا الجزء الثاني يطلع من هنا، اوكي؟ هذا يجي من هذا رده فعل تكون من هنا. مثل الطباشير، الطباشير اذا اسوي لاني هذا صار الطباشير اطقه هيك من هنا مسلط القوه، منين طق؟ طق من الجزء الثاني. هذا ذيس از شير كومبرشن، هذا كومبرشن تنسايل، هذا التنسايل يعني واحد يجر يمنا واحد يجر يسرا والشير. فلازم الماتيريال بيها كل ماتيريال حتى هذه تقرون اللايننج السمنت تقرون هل قد الكومبرسيف سترينث مالته ميجا باسكال، اوكي؟ هل قد التنسال سترينث مالته ميجا باسكال، هل قد مثلا الشير سترينث، كل واحده وشريط بيها. مثلا بالامبلانت كفيكسر دائما الدوره تتحمل شنو؟ تحمل كومبرسيف، تحمل الكومبرسيف يعني لازم تنسال، ما بيا مثلا تشيل اللي يجر الزرعه من البون، لازم تتحمل الكومبرسيف وبنفس الوقت ماتين الشير. ماتين مهم، ليش الشير؟ لان احنا انا من هنا حاب زرعه فوق قام ركب عليه تركيب، وانا احرك هذه يمينا ويسارا شيء من هنا، هذه كلها عباره عن فورسز تنتقل لي وين؟ تنتقل من الكراون الى الفيكسر، حتى لا يصير مشكله بالداخل الامبلانت داخل الفيكسر، اوكي؟ فاختيار البايوميديكال ماتيريالز اكو لوجيكال سيكونس يتضمن ذني، واحد تشخيص المشكله، اثنين الاخذ بنظر الاعتبار بالنسبه للريكويرمنت اللي اريده المتطلبات هذا الماتيريال، ثلاثة الاخذ بنظر الاعتبار الماتيريال اللي موجوده والخصائص مالتها، واختيار الماتيريال يعني هذا سيكونس تشخيص المشكله الاخذ بنظر الاعتبار للريكويرمنت اللي اريده بهذا الماتيريال، وجود الماتيريال، هل هذه يجوز اكو ماتيريال تخبل وكل شيء بيها؟ كل الخصائص بس ما متوفره.
او غاليه جدا عمليه استخراجها مثلا من الطبيعه. فالمعدن مثلا غالي جدا، بعد اذا بنسوي فكسر مالتك ونسوي مثلا تطلع الفكسرايه واحده ب $2000 هذه بفائده؟ يعني ثلاثه لا واضح؟ اكو عنده تقسيم بالنسبه للامبلانت ماتيريال، اكو تقسيم مشهوره جدا هذا سترانتس، يعني اهم هذا التقسيم سترانتس كلاسيفيكيشن على اساس البايو كومباتيبلتي، والثاني هذا كومبس كلاسيفيكيشن، هذاك يقسمه على اساس البايو كومباتيبلتي، وهذا يقسمه على اساس هل هي معدن او غير معدنيه، ميتاليك او نون ميتاليك. اهم ما بالمحاضره هو هذا الكلاسيفيكيشن. فسترانتس يقسمه على اساس البايو كومباتيبلتي الى 1 2 3 4. بايو كومباتيبلتي ممكن الماتيريال تكون بايو توليريتد ماتيريال، يعني نسميه طبعا هذا كمصطلح، هذا الماتيريال اللي راح اخليها كامبلانت تنطيني تسوي لي ديستنت اوستيو جينيسيس. شوفوا قدامكم ديستنت اوستيو جينيسيس، هذه اذا اقول لكم ديستنت اوستيو جينيسيس كنتوا تعرفون انه هذا الماتيريال شنو بايو توليريتد يعني شنو؟ يعني الجزء قابل للتحمل من قبل الجسم، بس هي ما تسوي اي ما بيها، يعني ما بيها رياكشن، قابل للتحمل من قبل الجسم. امثله عليها مثلا بي ام ام اي، من يعرف شنو بي ام ام اي؟ بولي ميثيل ميثاكريليت اللي هو الاكريليك بي ام ام اي الاكريليك اللي اشتغلت به على السيلف كيور او اللايت كيور او الهيت كيور، هو من عائله البي ام ام اي بولي ميثيل ميثاكريليت. اوكي، يدخل طبعا مجال الامبلانت كوما بقوه قائمه على نيل الجولد الذهب بايو توليريتد ماتيريال، ستانلس ستيل كوبالت كروم ذني كل بايو توليريتد ماتيريال. سوي ديستنت اوستيوجينيسيس يعني ما من اجي انا احطها ويا شو اسمه ما يعني ما يتشكل دار مدارها بون بون عظم ما يتشكل، اجي احط جولد انا ازرعه اوكي مواصفات الجولد خوش مواصفات، بس هل يجي بون سيلز اوستيوبلاست تركض تتشكل حول الجولد؟ لا، لذلك عبرنا عن ديستنت اوستيوجينيسيس. النوع الثاني يسوي كونتاكت اوستيوجينيسيس بايو انيرت ماتيريال. بايو انيرت ماتيريال يعني شنو؟ انيرت، انيرت يعني خامله ما بها اي رده فعل. اللي يسوي ديستنت اوستيوجينيسيس هي بايو قابله للتحمل من قبل الجسم، قابل للتحمل يعني ترى الجسم ما يقومها اوكي، بس ما يشكل لي عظم دار. النوع الثاني كونتاكت، يسوي فقط كونتاكت بدون اي تعشيق ما بين ماده الزرعه وما بين العظم. امثله على هذه البايو انيرت هو التيتانيوم او الالمنيوم اوكسايد او السيراميك النانو رياكتيف. مهمه طبعا جدا، ما دار اجيب لكم شيء، اجيب لكم اسم ماده شو يسوي، يعني اقول لك مثلا الالومنيوم اوكسايد، اقول لك مثلا الكوبالت كروم الون، هل يسوي مثلا كونتاكت، هل يسوي ديستنت، هل يسوي مثلا بوند او ترو بوند او البوند اوستيوجينيسيس تكون ذني تعرف. اوكي، هذا النوع الثاني. النوع الثالث بايو اكتيف، يعني ماتيريال بايو اكتيف انا من احطها جاي يسوي، جاي تشتغل على السيلز الموجوده، ما قاعده خامله، تحفز المحيط. فش يسوي لي؟ يسوي لي ترو بوند اوستيوجينيسيس. مثال علي هذا سي اي بي او 4 اتاكات كالسيوم، يعني كل البحوث والشغل هذا قائم على هيدروكس ابيتايت والسي اي بي او 4 اتاكات والكالسيوم فوسفيت، كل اللي داخل ايش اسمه انه عباره عن عنصرين اللي يعني نشتغل عليهم، واحد الكالسيوم والثاني هو الفوسفور فوسفيت، ذني اساس الشغل مالتنا. واضح؟ فهذه تعتبر بايو اكتيف ماتيريال، تسوي لي ترو بوند اوستيوجينيسيس. من يعني ترو بوند؟ يعني راح يصير كيميكال بوندينج ما بين هذا الماتيريال وما بين العظم وما بين البوند. كيميكال بوند حقيقيه تشكل لي اصره، مو احنا ماخذين اصره ايونيه واصره تساهميه بعد هيدروجينيه. ها؟ هيدروجينيه. بعد في الاصر اصرتين كم اصر عندنا بالوجود؟ اي شنو عندنا؟ ايونيه واحد، عفوا نيه تساهميه. لا
شيء تجاي من يجيكم بالفيزياء؟ ها؟ كيميا. كيميا. آه حصلنا كيميائي. طبعاً يا حصلنا هذا شلون؟ ها؟ صدق قام تتذكرون بالإعدادية؟ عتلات تجيكم بالذات دقيكم عتلات عتلة من النوع الأول. عتلة من النوع الثاني الطالب يعطي ديجي. عتلة من النوع الثالث يعطي ديجي. يعني كل شيء هني هني جرات يعني بالدنيا يعني هذا مثل ما واحد يعرف السيارات يعرف مثلا والله هذه القاعة لازم فيها باب حتى طبها يعني مثلا عتلات عتلة من النوع الأول عتلة من النوع الثاني دم يعني متبقى بالكم يعني مو إلها تطبيقات بالدنيا إلها تطبيقات بساعاتنا اليومية تطبيق يومي أنا أشوفها مثلا قدامي هسه هاي مال شو اسمه ما متذكرون صح نوع الأواصر وصلت من وصلت نجات استيراد من الأردن نجات صدق متذكرون أواصر أواصر أيونية يعني شنو ده يصير يصير اتحاد مثلا ملح الطعام هو شنو ملح الطعام؟ NA CL CL يشكل آصرة يا آصرة أيونية لأن الصوديوم موجب موجب حار وبارد والكلورايد والكلور سالب سالب فطلعتنا من ينكتب NA فوقها موجب CL فوقها سالب NA CL آصرة أيونية اتحاد صار بين الاثنين وفعل ثاني آصرة تسابمية يعني شيرين أنا عندي مثلا الكترونات بغلاف الخارجي أقول والله أنا ما عنده جسمه نصر بناتنا مو فقدان واكتساب بالآيونية فقدان واكتساب بالتسابمية مشاركة أقول دطيني واحد من الكتروناتك بالغلاف الخارجي وين ما أخذي بالكيمياء وصر آصرة تسابمية H2O عافية ليش؟ الأكسجين اثنين عصارة تساهمية اللي نسميها بالإنجليزي covalent bond ديش ionic bond هاي covalent bond هذني شنو كلهن راجعات إلى primary bond نسميها أو عصارة primary وكل secondary اللي انتو تذكرون ثانوية اللي هي hydrogen bond وبعد منه طبعا البرايمري ثلاثه بعد واحده ثالثه انت بس ما ماخذها 100% عصرة ايونيه برايمري ايونيه مين تساهميه وثالثه الميتاليك بوند اللي يصير بين المعادن معدن هسه مثلا اي معدن بيناتهم همتين اكو عصرة ولذلك انا ما اقدر احلل المعدن بسهوله الحديد اقدر افلب الا طرق طرق يلا اكسر العصرة مالته نسميه ميتاليك بوند لان ثلاثه عصره نسميه برايمري اوليه ثانويه تحكون هيدروجين بوند وبعد اكو واحده كلش معروفه يعني الطالب الاعداديه عصره كبريتيه كبريتيه معروفه ها يورانيوم بوند مبارك على شعر معود عصره فاندر وولز ما سمعين فاندر وولز شلون ما اخذيها عشان انا اتذكرها بالاعداديه فاندر وولز بون عصرة من النوع الثاني ها جوز بعد هنا بالبايوكتيد ماتيريال جاي تتشكل كيميكال بون ما بين الماتيريال هذه وما بين العظم النوع الرابع يعني صار عندنا هسه احنا يا تستنى اوستيوجينيسيس بايوتوليريت فقط قابل للتحمل اثنين بايو انيرت تشكل لي كونتاكت ثلاثة البايو اكتيف اللي هو كالسيوم فوسفيت ابيتايت يسوي لي كيميكال يعني ترو بوند اوستيوجينيسيس كيميكال بوند والرابع بوند اوستيوجينيسيس بايو انيرت بس ويا كوتينج اللي مثال الابحاث تقوم على هذا الشيء بايو انيرت تيتانيوم شيء يسوي له طلاء بماده حتى تخليش نعم مثل واحده من التكنيكس بالبلازما سبرايز عمليه طلاء يعني تقذف هذه البارتيكلز يا اما بالمايكرو سكيلز اما بالنانو سكيلز يطلون بيها هذه البايو انيرت ماتيريال مثل التيتانيوم على شكل كوتينج حتى يحسسون خصائص التيتانيوم
بايو انيرت واسوي له بايو اكتيف ماتيريال. هذا البايو اكتيف ماتيريال مثلا اول كان يسوي كوستنج مثال مثلا اسوي له كوتينج بهيدروكسي افيتايد. كوتينج سواء بمواد عضويه او لا عضويه، لا عضويه ان اورجانيك ماتيريال. هسه الدراسات الحديثه قام انه طلاء بمواد عضويه، مواد عضويه بسيطه ذني شاي اخضر ودارسين يعني جدي ذني مواد عضويه بعد جزء بابنك ولسان الدور يعني ذني صدق يعني مو مواد عضويه. يعني كوما ابحاث على الجرين تي بارتيكلز مال الشاي اخضر هو هذا 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 العلم. انا اريد اسوي ماتيريال هي تكون بايو انيرت واخلي بيها الكوتينج سطح مالتها اللي يواجه العظم ببايو اكتيف ماتيريال. فيعطيني شنو بون اوستروجينيس يا بايو انيرت وذ كوتينج وذ تيتانيوم كوتينج وذ ذا كوتينج لاير او تيتانيوم وذ ذا رف سيرفيس. دكتور يا هي احسن هسه من ذني النوع الثالث. احنا طبعا اللي افضل نوع اللي هو الرابع. رابع انا ما اريد اني يعني يعطيني افضل الخصائص، اريد ماتيريال هي بها قوه وبها متانه وبها كل الميكانيكال سترينث المطلوب وهي بايو كومباتبل وبها سطح كوتد سيرفيس يواجه العظم ينطيني خصائص تشكيل العظم حتى يصير اوستيو انتجريشن مضبوط. التقسيم الاول سميناه شنو؟ فرونت كلاسيفيكيشن. كون تقسم على اساس ميتاليك او نون ميتاليك. نون ميتاليك الغير معدني اول شيء البايو انيرت يقسم بوليمرز. مثال اشهر شيء على البوليمرز قلت لكم عليه هذا يستخدمه هذا يسميه هذا بيك هي ماده هاي الجمجمه هنا بالريكونستراكشن هنا ديفكت هنا ديفكت من ماده بوليمريه اسمها بيك بولي ايثر ايثر كيتون. اكو بعد ماده ما تشبهها بدل ما بي دبل اي كي بي اي دبل كي بولي ايثر كيتون كيتون وكوما بهذه العائله. اشهر واحد هو البيك يستخدم كسوليد امبلانت. هذا يعني اقصد سوليد مثل هذا المايكل قدامكم هذا فيكستشر سوليد يعني هو المكون الاساس مالت الزرعه. وطبعا افضل شيء يضيفوا له فيلرز للماده البيك تضاف بها فيلرز. فيلرز يعني انا اجيب هذه ماده البيك واضيف لها جزيئات. ما اقصد طبعا هذا ككوتينج مو ككوتينج كماتيريال هي كماتيريال خام اريد اكبسها بالمصطلح العامي تكبس كبس تيجي مثلا بشكل مثلا باودر تكبس بافران حرارتها توصل 1500 درجه مئويه يعني قريبه على نار جهنم. خوش تكبس هذه البارتكلز بتسليط حراره وضغط شو يصير بها الجزيئات شو يصير بها الحراره والضغط هذا الباودر يصير بيه شنو تنصهر يعني سميه سنترينج يعني اندماج. اكو عندنا انصهار تذوب هذا اسلط عليه حراره اصهره اذوبه ميلتنج اكو تصير قطعه واحده. حولت الحاله من ماده من حاله الى حاله من صلبه الى سائله بالميلتنج بالانصهار. بالسنترينج اللي هي ما اعرف والله بالعربي شنو سنترينج بعدين تمركز دكتور عندي انا مثلا قطعتين ذن القطعتين اريد اسويهم قطعه واحده بتسليط حراره وضغط عالي ضغط وحراره ادمجهن غيرت ايضا ماتين غيرت الفيز مالتهن مو غيرت الحاله دمجت ذن الاثنين بتسليط حراره عاليه بافران وضغط سميها عمليه السنتر. فهذا هنا مو كش اسمه كبيك يعني قبل لا يكبسوه من باودر يكبس على شكل زرعه يضيفوا له فيلرز. اوكي البوليمرز طبعا يسموها لنا اخذنا اشهر شيء بالنان ميتاليك هي البايو انيرت كبوليمرز واحنا اخذناها شو اسمه من انواع البوليمرز هي البي ام ام اي هي من البايو توليريتد ماتيريالز. اوكي وهي خامله بنفس الوقت فعباره عن لارج نمبر فشيء هيوج اللدائن اللي بالعربيه يصيحون البوليمرز هنا اللدائن. اوكي فهواي من البوليمر ماتيريالز يستخدموها كجزء طبعا اكثر شيء كجزء من الـ من الـ من الامبلانت
يا ما على شكل فيلرز، يا ما على شكل كوتينج مثلا اللي هو الطلاء، ويا اما لا كفيكستشر على شكل مثلا بيك كاصلا كسوليد هماتين. اوكي لن يمثل عليه، قد يكون هذه هذا البوليمر تشمل لك اكريليكس والاكريل تابع للبوليمر او البي ام ان اي. بوليامايد، بوليامايد طبعا هذا الفليكسبل دنشر اللي فليكسبل، هذا ما كان هو اكريليك مو صحيح، فليكسبل مو اشتغل في فليكسبل، نوع من انواع المواد البلاستيكيه، نوع الماده هذه بوليامايد قد يكون بشكل بوليستر. انتم تعرفون كلكم شنو بوليستر؟ بوليثيلين، بوليسيليكون، بوليوريثيلين، هذا البي تي اف اي مال جماعه الدبلون اللي هو البوليتيترا فلوراثيلين. والبيك اشهر واحد بهم هو البيك. طبعا اكو عيب بالبوليمرز، كل البوليمرز شنو عيبها؟ بالاشعه تكون راديوليسنت مو راديو اوبيك. انا ادور بال دائما بالاكس راي اريد كونتراست، يعني اريد كل ما تزداد الراديو اوباسيتي كل ما تكون الماتيريال كامبلانت صحيح اقدر اميزها. عيب من عيوب البوليمرز تكون راديو ليسنت، راديو ليسنت بس هسه دي يشتغلون انه يسووا لها كوتينج بماتيريال او كممبرين حتى يغيرون مثلا هاي راديو ليسنس مالتها تتغير. اوكي كسوليد امبلانت يعني اقصد كفيكستشر ما تقدر يشتغلون انه امبلانت مصنعه سوليد فيكسر مصنعه من البوليمرز من البيك بالكامل باضافه مثلا فيلرز باضافه كوتينج لتحسين خصائصها. البيك في الماده طبعا وصفتها مثلا نيجي نقارنها من ناحيه هي بينه وبين بين التيتانيوم مثلا من ناحيه الخفيه، خفيه الوزن من ناحيه تطابقها مع المحيط هما بايو كومباتبل قريبه على مواصفات العظم مثلا التيتانيوم اقوى من العظم. اوكي فلذلك الابحاث تصير انا اريد هيك خصائص كل ما تكون الماتيريال اكثر بايو كومباتبل كل ما افضل. ليش مثلا يبقى التيتانيوم شنو عيبه؟ صحيح هو بايو كومباتبل يبقى عيب انه بالاخير معدن ميتاليك، واحنا نعرف اي معدن شو يصير عليه يشكل عليه طبقه ممكن اذا تعرض الى فلويدز تعرض الى احماض شو يصير فيه؟ يصير فيه اكسيد، يصير يشكل اوكسايد لاير ممكن يسوي كروجن. كروجن هو شنو؟ كروجن هو التآكل، الصدأ والتآكل. اوكي فهذا مثلا ولذلك يشتغلون انه يسوون مثلا فيكستشر من ماده سيراميكيه او من ماده واضح؟ بعد من ضمن ذن اللي قلنا ذني النان ميتاليك او البايو انير هو بيتيروس كاربون. كاربون هذا تشوفوه يعني تشوفوه من الفيكستشر من الكاربون هذا نسميه بيتيروس كاربون. هذا طبعا يصنف هذا جدليا انا ماي قسم هسه مثلا شو ما قلت لكم قسمكم يعتبرون ملح الطعام ماده سيراميكيه وهذا شيء بالفعل عباره عن اي اتحاد بين ميتاليك ونان ميتاليك اي اتحاد بين مادتين هذا طبعا جدل بين الكيميائيين والفيزيائيين اي اتحاد بين ميتاليك ونان ميتاليك يشكل ماده سيراميكيه. ماده سيراميكيه بمفهوم بسيط فملح الطعام هو مثل ابسط مثال حي على الماده السيراميكيه. الكربون ايضا يصنف كماده سيراميكيه بباي كومباتيبلتي بي انيرتنس. انيرتنس يعني خامل ما بي اي رده فعل بس بي هاي كلينيكال فيلير. ليش؟ لانه هو بالاخير شيء يكون هش بريتل ويفتقد الى شنو؟ اي ماده هشه يعني تطق بسرعه تفتقد الى شنو؟ الى المطاوعه. شنو المطاوعه؟ شنو نسميها؟ شنو نسميها؟ هاي قدامكم مكتوبه شنو نسميها المطاوعه؟ داكتيلتي. داكتيلتي هذه الماده فيها مطاوعه ما فيها؟ اذا صدق ما فيها شيء طب الطواشي اي ماده ما بيها شيرنج دكتور ما بيها شيرنج شيرنج شنو يعني احنا كومبرسيف تنسايل وشيرنج ما بيها شيرنج يعني شير ها يعني متى تتحمل الشير فورس بريتل صنط عليها قوه طول ممكن قوه ممكن حتى ما بيها كومبرشن صنط عليها قوه من فوق ما تقدر تطول اي ماده بريتل فما بيها دكتور. فهذا طبعا الاسم الاخر البيتريوس كاربون هو البايرولايتيك كاربونز. شوفوا واحدة مثلاً من عيوبه إنه مثلاً اللون الأسود
هماتين تجي بحوث تدرس انه شلون تحسن مثلا خصائص هذا الكربون. اوكي، من ضمن بعد النان ميتاليك هو منو مواد السيراميكيه اللي هي النان رياكتيف سيراميكس، نقصد بين طبعا اثنين، هذا وهذا، هذا نسميه الومنا Al2O3، الثاني زيركونيا اللي تشوفون فيكتشر مصنع من الزيركونيا، وذلك مو فقط من التيتانيوم، اكو من ماده بوليمريه هو البيك، من ماده سيراميكيه من الزيركونيا، ممكن من الزيركونيا بيور، ممكن خاطين اثنيناتهم Al2O3 الومنا، لان نسميه نان رياكتيف سيراميك، ما يعني السيراميك ما يأثر على المحيط على الخلايا حتى يصير الخلايا تسوي ردة فعل. اوكي، فاشهر شيء النتنين طبعا كايلو من كلش ويل توليريتد باي ذا بون، بس شنو نفس الوقت قلنا نان رياكتيف يعني متحفز البون فورميشن، ولذلك نوت بايو اكتيف. از ات بايو اكتيف؟ نو اتس بايو انرت، تكون بايو انرت. اوكي، خامل نان رياكتيف بس بيها ميكانيكال بروبرتيز جيده جدا. الزيركونيا بعد افضل خصائصها الميكانيكيه افضل من الالومنيوم، بس مرات يحطون هذه بها حتى للتحسين. بايو كومباتيبلتي ايضا لما تكون الاثنينات عاليه. الزارجون الزيركونيا في راديو اوباسيتي جدا عاليه، ولذلك مثلا الكراون تاخذوا له اكس راي من الزيركونيا تلقون بي الاشعه شو يصير بها نسبه الجسمه كونتراست عالي، يعني شنو الكراون شو يكون الزيركونيا ابيض جدا براديو اوباسيتي عاليه. اوكي، والزيركونيا هو واحد من افضل المواد اللي تستخدم وين؟ بتبديل المفاصل. اوكي، بتبديل المفاصل، كل قلتكم كل البحوث اللي تصير تصير من باب الاورثوبيدكس، بعدين تجينا بسبب البايو كومباتيبلتي وين يستخدم كفيكسر كسوليد امبلانت كاندوسيوس دنتال امبلانت. واضح؟ فمن اسالكم اقول لكم الالومنا والزيركونيا از ات بايو اكتيف ماتيريال؟ لا لا لا، بايو انا تصنيف النان ميتاليك. طب خلي منه تخلي يا عالم ها ايه كومس مو ها يصنفها كشنو؟ واحد نان ميتاليك، اثنين شنو؟ هل هي اكتيف؟ اتس نوت اكتيف. اوكي، اتس نوت بايو اكتيف، انرت هي تكون نان رياكتيف، متشكل اي يعني ما تجي تتحارش بالبون حتى يتحفز حتى لا، حالات انه بايو كومباتبل، بس مرات انا ما ادور فقط ماتيريال تو بايو قاعده والله اريد اتحفز الخلايا اوستيو ميزينكايمال سيلز يصير فيها ديفرنشيشن تتحول الى يا سيلز بالعظم اوستيو بلاست. اوكي، التقسيم الاخر هسه ذاك اخذناه كشنو؟ نان ميتاليك اللي شنو؟ بوليمر الاول التصنيف الاول مو ان بي اول دنيتش شنو الدنيا؟ بايو انرت، ما بين نان رياكتيف، هذه الرياكتيف البايو اكتيف ماتيريالز اللي يكون مينلي تو ماتيريالز، واحده نسميها الهيدروكسيبتايت اللي هو الاتش اي، والاخر هو البايو جلاس. بايو جلاس ذن ايش يسوي؟ يحفز البون فورميشن عن طريق بروفايد بوندينج سايت، اماكن مال بوندينج. شلون اماكن الاماكن تسوي كيميكال بوندينج؟ هذني الماتيريالز الثنين تشوفوا مثلا هسه على سطح مال امبلانت مال فيكشر قد يكون من التيتانيوم، بس مسوي له كوتينج يا ماتيريال حتى يسوي هذا الشيء بهيدروكسيبتايت، او ممكن مسوي له دي بايو جلاس. فتشوفون الفرق هذا، طبعا ياخذوه هذه اشعاعات خاصه هذا مايكروسكوب نسميه اس اي ام سكانينج الكترون مايكروسكوب، او اكو اف اي اس اي ام اللي هو يعني اكو مايكروسكوبات الكترونيه بها قابليه تكبير كلش عاليه. اوكي، حتى تراويني هذا السطح بهذه الجوده بهذا الشكل، وتقرون مثلا نال ايش قد نال السكيل، اكتب مثلا ايش قد نازل، نسوي زوم حتى يطلع لي هذا الصوره. فهذا كوتيد، تشوفون شلون السطح يكون بورس وخشن ورف، وهذا الان كوتيد سطح يكون املس وما يخلي السايت مثلا يحفز لتكوين البون. ذن يحفز الانفايرمنت لتشكيل بون بيناتهم
اللي يا يا سيل يحفز الميزنكادم حتى تسوي اوستيوبلاست اوفر ذا منو فايبروبلاست. مكان اللي فيه اوستيوبلاست مكان راح يصير فيه اوستيو انتجريشن عالي. كل ما كان اشوف فيه فايبروبلاست يعني راح يصير عندي فايبروس تشو يعني خساره الاوستيو انتجريشن مالتي. طبعا البون امبلانت انترفيس اللي هذا عباره عن البي اي سي بون امبلانت انترفيس characterized by chemical bonding between the implant and bone. يعني هذا implant وهذا bone ما بينات السطح يتشكل. هذا السطح المشكل عن طريق ذن الماتيريالز الموجودات يسوي chemical bond بين البون وبين الامبلانت. البون امبلانت هذا سطح بون امبلانت انترفيس راح تصير بكيميكال بوند. ليش؟ لان بي فري كالسيوم وبي فوسفور فوسفيت كومباوندز على منو؟ ذن الموجودات وين؟ على سطح الامبلانت. لان سوينا له كوتينج بالهيدروكسيبتال هذا راح تخلي السطح شي يكون نان اكتف؟ لا راح تخليه اكتف راح تخليه رياكتف فراح تحفز تصنيع وتشكيل الاوستيوبلاست اكثر من تصنيع الفايبرو او الاوستيوكلاست. فايبروكلاست تصير فايبروس تيجي والاوستيوكلاست شو تسوي؟ هي تسوي الريزوبشن الهادمه. واضح؟ ذني الثانية هل ممكن أنا أسوي من عدن إمبلانت فيكسشر؟ أسوي من عدن سوليد إمبلانت؟ لا. من يتحمله؟ ما به الميكانيكال بروبرتيز زينة مثلاً أكبسها والله وأسوي من عدن. بروتل. ننتقلنا بايو غلاس. الغلاس شنو ميزته؟ زجاج. مادة زجاجة مادة سيراميكية. ها؟ بروتل بايو غلاس. والهيدروكسيبتات ما تين كذلك. بروتل. هذا الأكسس بتاعه طبعاً كمية من ناحية الاستراكشر كيميكالي يشبه البون جداً، ها؟ كبون ماتيريال ولذلك أكثر البوني غرافت اللي نستخدمها هذا الأكسس بتاعه. البايو غلاس هو عبارة عن مادة سيراميكية. الزجاج هذا قدامكم الزجاج مادة سيراميكية نوع من أنواع السيراميك هو الزجاج. فالبايو غلاس هو دين سيراميك ماتيريال وبي سترونج كيميكال بوند راح تتشكل بين هذا البايو غلاس وبين البون. الفراكشر اللي يصير لقوي بالدراسات بالابحاث يا يصير بالبون نفسه يا بالماتيريال نفسه اما الانترفيس بيناتهم ما يصير بي فراكشر لقوه البوند المتشكله. يعني هذا بايو غلاس وهذا بون بينات الانترفيس هذا الانترفيس ما لقوي يصير بي فراكشر بالبحوث لقوا يصير نسميه هذا كوهيزيف فراكشر. احنا عندنا ادهيزيف فراكشر وعندنا كوهيزيف ادهيزيف ما بين الاثنين اذا كان صار بالنص اتس كول ادهيزيف انفصلا. اما كوهيزيف يعني بالماتيريال نفسه يا اما انسايد ذا ماتيريال اللي الهيدروكسيبتات او الباي جلاس اتسيلف اور ان ذا بون اتسيلف. واضح؟ هذا كل اللي اخذناه شنو؟ نان ميتاليك بشقين بايو اكتيف والبايو انرجي يعني الرياكتيف والنان رياكتيف. وتشوفون مثلا هذا مثلا الزركونيا في هذا الشكل هواي اكو هسه يخلون زراعات من الزركونيا. اوكي هواي لخصائص الزركونيا يعني بايو كومباتيبلتي مالته ايش ما تكون افضل كخصائص كومباتيبلتي من الماده المعدنيه من التيتانيوم. بس يبقى التيتانيوم رقم واحد لجوده الميكانيكال بروبرتيز اللي عنده. اوكي طبعا يعني اذا افضل شيء مثلا يوم من الايام تجينا زرعه تجمع المادتين تيتانيوم وزركونيوم اكو طبعا دراسات كوما هيك شيء. الميتاليك كل الميتاليك ذني سواء ستانلس ستيل كوبالت كروم تيتانيوم وذني. طبعا الميتاليك نرجع ذاك التقسيم يقسمنا على اساس ديستنت اوستيوجينيسيس وال ثاني كونتاكت. مثلا الديستنت مثال عليه منو ذني الثاني تيتانيوم كونتاكت بايونير ثالث يكون ترو مثل الكالسيوم فوسفيت ابيتايت والرابع اللي هو ترو بوند والرابع اللي هو البوند اوستيوجينيسيس اللي نقصد به شنو يعني تيتانيوم يعني بايونير واحنا لاطشين عليها كوتينج ماتيريال. هذه الكوتينج ماتيريال تكون من الهيدروكسيبتات مثلا او من البايو غلاس كاكتيف ماتيريال. من التيتانيوم نفسه مو دكتور؟ نعم من التيتانيوم نفسه شلون من التيتانيوم نفسه اسوي له كوتينج تيتانيوم هو التيتانيوم اسوي بيه كوتينج تيتانيوم هم تيتانيوم اسوي بيه كوتينج اللي هو افضل شيء يعطيني بون اوستيوجينيسيس. فاذا هنا كلهم
لاني طبعا بين سترينث معين وركابولتي يعني داكتيلتي كوروجن كل واحده بيها خصائصها. بس مثلا الكوبالت كروم على سبيل المثال توليريتد باي ذا بون، بس هل يشكل انتجريشن يسوي له ويا البون؟ ما يسوي. ولذلك ليش التيتانيوم والتيتانيوم الوي اللي نقدر مثلا خصائص الكوبالت كروم نسوي عنده بارشل ليتشر ممتاز جدا من ناحيه شنو؟ من ناحيه ميكانيكال بروبرتيز، من ناحيه تحمل هيماتين معدن يتحمل، بس يشكل لي بون ما يشكل لي بون، فما يسوي لي اوسيو انتجريشن. تعبتوا؟ شلنا عندنا 15 ساعه تعبتين. هي خاصه التيتانيوم طبعا هو يكون رياكتيف ميتال يعني معدن يعني سلبي رياكشن بالتعرض المن للاير للووتر للالكترولايت اللي تكون موجوده، ويكون انرت بالتشو والجلو بويزنس افكت ما بيتاثر طول ما هو معزول عن الالكترولايت عن الجسم، ما بي اي رد فعل ما بي اي رياكشن. اوكي يقسم طبعا التيتانيوم يقسم الى جريدات جريد 1 2 3 4 ويقسم حديثا حتى جريد 5 الى اربع جريدات واضيف عليها خامس، واكو نوع اخر نسميه ال شنو فرق بين تيتانيوم و تيتانيوم الويز؟ شنو نقصد تيتانيوم؟ شنو تيتانيوم الويز؟ تيتانيوم يعني بيور الويز، تيتانيوم يعني بيور كوميرشال بيور، تيتانيوم الويز يعني خاص اللي هو هذا تي اي تيتانيوم 6 ال 6 الومنيوم مع الومنيوم يعني نسبته 60 4 في 4 شنو 4 بديتا اجينا 4 بي شنو البي فانيديوم ما هي متاكد ما في امرتكم اياه 4 فانيديوم معدن فانيديوم يعني 46% فهذا اللون. اما البيور اللي هو الكوميرشال بيور، الكوميرشال بيور نسميه سي بي تي اي، سي بي تي اي كوميرشال بيور تيتانيوم او سي بي تي او سي بي تي اي اصح، السي طبعا كابيتال البي سمول والتيتانيوم تي اي يكون طبعا بي اكسجين اكثر نسبه اكسجين مثلا يكون بالجريد 4 مثلا هو اربع جريدات بي جريد 1 2 3 4 تقرون مثلا جريد 1 شو يسوي من عنده؟ يسوي من عنده بريال الجي بي ار، جي بي ار يعني جايدد بون ريجنريشن. اوكي هذه بالسرجريات تيجي مثلا شبكه يريدون يثبتون بها البون جرافت، هاي الشبكه هاي من تيتانيوم يا نوعها جريد 1 جريد 1 جريد 2 اللي نسوي من عند الامبلانت والابتمنت اللي هذا تشوفوه قدامكم، هذه امبلانت هاي هاي امبلانت هاي او الابتمنت اتس فروم جريد 2 وجريد 3 وجريد 4 فبي نسبه اكسجين بي نسبه حديد، بس التيتانيوم اكثر شيء طبعا هو بيور يعني التيتانيوم بنسبه بسيطه مضافه بالاكسجين وبالحديد اربع جريدات، ومرات يعتبرون هذا التيتانيوم 6 الومنيوم 4 فانيديوم يعتبرون كجريد 5 اللي هو التيتانيوم الالوي، هذا طبعا بتنسر سترينث كلش قوي كلش عالي بس بادفيرس رياكشن بالنسبه للتشو. اوكي وبيكم هسه علي ابحاثكم علي دراسات هذا النوع يا اما يعتبر جريد 5 او التيتانيوم الالوي واضح. نوع السيرفيس موديفيكيشن هاي مطلوب من عندكم تعرفون اكو طرق يا اما ماشين سيرفيس ناحا لكم صوره ماشين نقصد بها هذه الماكرو هذه مثلا الحزوز نسميها البيتس الجروز البيتس ذني اللي تشوفون ذني ماكرو اند مايكرو ذني التفاصيل نسميها ماشين سيرفيس هاي ويلسز تصنيعيا بالمصنع اثنين شوت بلاستيك فيتشرز هذا تشوفون هذه امبلانت هاي يسوون عليها عمليه قذف بلاستيك بارتيكلز تقذف بشكل شلون دول اكو مال شو اسمه بالمصانع يلبسون هاي البدل وهذه هذا ساند بلاستينج او بلاستينج نسميها اوكي ليش لتخريش او لتخشين هذا السطح رف حتى يعطيني كونتاكت افضل فتشوفون هذه شوت بلاستيك فيتشر شنو اللي يقذفون عليه مثلا بارتيكلز اللي هذه مثلا هيدروكسيفيتات شنو اللي اريد انا اسوي بها مثلا معامله او معامله كيميائيه عن طريق كيميكال اتشينج معامله بحامض معين لتحسين الصفات او بورس سنتر سيرفيسز يعني سطح من التيتانيوم
يكون بورس ويسوي لي سنترنج اللي قلت لكم. ما اريد اني اريد الطش مادتين لازم اعاملها بمعامله حراريه عاليه بافران وياها ضغط اكبس عليها مثلا هنا تكون بشكل سكافول هذا تيتانيوم بورس تيجي تدخل عليه من ترى او البلازما سبرينج اللي مثل ما قال زميلكم. وكوما طبعا هذا يريدكم بس تعرفون كل وحده وش دا يصير فيها بالمحاضره ستشوفونها. اكو ذني ثلاث مصطلحات اخر شيء اوستيوجينيسيس اوستيو اندكشن اوستيو كوندكشن مهم تعرفون تميزون. اوستيوجينيسيس يعني دي يصير فورميشن مال نيو بون سيلز اوكي بهذا المكان او بهذا الجراف. اوستيوجينيسيس رده الفعل البون عمليه البون. اوستيو اندكشن يعني انا جبت جراف ماتيريال دي يصير كيميكال بون كيميكال بروسيس. شلون كيميكال بون؟ ما بين الجراف يحول الخلايا المجاوره الموجوده الى اوستيوبلاست حتى تكون بون. اوستيو تحفيز اندكشن. اوستيو كوندكشن اللي هنا مثلا عندي بون ديفكت انا اجي اجيب سكافولد. شنو يعني سكافولد؟ سكافولد يعني سكله بالانجليزي بالعربي هي سقاله او سكله على شكل سكله مو صحيح؟ سكله اوكي. هذه بهذا الشكل تكون بيها تجاويف سكافولد. هذا اخليها هنا راح يصير عباره عن فيزيكال بروسيس فيزيكال افكت. هذه السكله شتكون حامله هذه السكافولد بطنها مثلا ماده من هيدروكسيبتايت بايو جلاس فسيراميك مثلا ماتيريال. هذه الشبكه بالضبط تنحط هنا. ايش راح تسوي؟ هم راح تحفز خلايا الخارجيه لاختراق هذا الجرافت لتشكيل بون جديد. يعني هي عباره عن سكله هنا انا حطيتها تحفز خلايا تجي خارجيه تجي تطفش فيها فعباره عن فيزيكال. هذه مو كيميكال. كيميكال اوسيو اندكشن. اوسيو كوندكشن انا هنا انا عباره عن سكله هنا انا حطيت بها التجاويف راح تجي تشلب بها الخلايا. هذه الخلايا راح تتحول الى بون. العفو دكتور اخر نوع هو مثال على جادد بون جين دي جي بي ار جي بي ار بون ريجينريشن. نعم جادد تشو قاعد تشو ريجينريشن بالضبط. هاي الفكره شبكه يعني عباره سكافولد سكله شبكه تجي حتى تخترق الخلايا تجلد بيها تجي تقعد بطريقه فيزيائيه تتحول هذه الخلايا الى بون. انواع البونز طبعا اللي نسوي كبون جراف كتعويض بون صناعي يا اما بشكل اوتوجراف الوجراف الوبلاست ماخذين الفيريو. نعم شنو الاوتوغراف؟ من جسم نفسه ناخذ من مكان ونفس الجسم من نفس الجسم. اسم الاخر المرادف اوتوجينس. اوتوجينس جراف الاوتوغراف نسميه اوتوغراف او اوتولوجاس جراف اوتولوجاس او اوتوجينس من نفس الشخص. منين ناخذهم بالعاده؟ إلياك 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 كريست. وبعد ممكن بعد فيمر من الفيمر كلها ممكن بس اكثر شيء من الالياك. الالياك الكرست هي الالوغرافت يعني شنو؟ ها يعني منين حيوان دكتور ولا ها حيوان ياخذ شيء يشتغل ها لا اي صحيح من الديسيميلر سبيشيز يعني مو من كائن حي بس مو مثلا من حيوان الحيوان هذا يصير اوتوغراف من انسان لانسان اوتوغراف. اذا من حيوان الى انسان نسميه الوغراف اوكي زينوغراف طبعا هو الاسم الدقيق زينوغراف من ديسيميلر بالضبط. هذا الديسيميلر يعني بالعاده مثلا ذني بوفن من الابقار اوكي. و يعني التقسيم الاصح اللي شو اسمه اوتوغراف يكون من شخص لشخص. الوغراف من غير شخص اوكي يعني مو من نفس انا الشخص اخذه من عندي جرافت وخلوه. هذا اوتولوجس اوتوجينس. الوغرافت متبرع دونر واحد اثنين. زينوغرافت هذا بالمحاضره شي مقسمه ما اعرف ليش جزء والله اصح منها. اما زينوغرافت اللي هو منين زينو حيواني اوكي تعو يعني ترميم جرافت حيواني زينوغرافت اكس E N O. الرابع الوبلاست أو الألو. هذا صناعي. ها؟ صناعي. صناعي. Artificial مصنع. في السيراميك زركونيا. بالضبط. شنو اللي موجود مثلاً؟
مواد تجي بشكل باودر او بشكل تشيبس اوكي و تنحقن تنضاف الو بس الكراف ذاك كراف والو بلاست